في حينا مسجد صغير وقبلته غير صحيحة، وقد ذكرت ذلك للإمام أكثر من مرة لكن دون فائدة، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر، تصح الصلاة. أما إذا كان الانحراف كثيرا فهذا لا تصح الصلاة فيه حتى يعدل ويوجه إلى القبلة. ولكن راجع مكتب الأوقاف، راجع شؤون المساجد في مكة، إن كنت في مكة راجع شؤون المساجد، أو في أي بلد من المملكة تراجع شؤون المساجد، ينظرون في هذا الكلام الذي تقوله هل هو صحيح أو لا، وهم يتصرفون، عندهم تعليمات يتصرفون في إصلاح ذلك إن شاء الله. نعم.